سبحان الحنان المنان الملك الديان لفضل العرب على العجام والكرم بن نبي الرحمن. سمعوا لي يا الاخوان نحكي قصه للعالم على المغاربه بالتمام المسجونين 40 عام في سجون المرتزقه. تندوف ماشي مخيم مقر مرتزقه العالم، كاينين فيه شي عديان كيدعوا بالايمان وهم اعداء الدين والاسلام، ما في قلوبهم شفقه ولا رحمه. المغاربه اللي في تندوف مسجونين كلهم مخطوفين وهما كيقولوا راهم مظلومين، الله يطلق سراح المهمومين. تندوف مقر المرتزقه والاجرام وهذا الشيء عرفوا كاع العالم، وهما كيقولوا شعب في المخيم الله يهدي الظالمين. الا كانوا هاد المغاربه في المخيم شحال عندهم من عام 40 سنه بالتمام كلها عذاب واعدام في سجون المرتزقه. كلمه المخيم دايرينها غير بلاكه، وانتم مساجين خوتنا المغاربه واللي هضر منهم تعطيه العساق، وهذا الشيء في اخبار الدول كاملين. الا كتقولوا كيطالبوا حقوقهم علاش كتقطعوا من لحمهم؟ اشنا هو ذنبهم الا كنتم مسلمين؟ لا ديروش خوتنا المغاربه بلاكه وانتم قاعدين في العالم حاجه. تندوف مقر المرتزقة وطويلة أكبر المجرمين 40 عام كلها سجن وإعدام وتقطع اليدين واللحم من جسد الإنسان، زائد اغتصاب القاصرات وهتك عرض الأطفال والرجال والنساء المحتجبات الله يهلك الظالمين. شحال قتلوا في المغاربة وشحال مات منهم ساكن بالخلعة؟ فينا هي هذا الروضه اللي كيدفنوا فيها المسلمين؟ واللي قال هذا الشيء ما كاينش، عندنا خوتنا المغاربة شهود كانوا مسجونين في سجون تندوف، تقطع لحمهم وتدفق دمهم وتهتك عرضهم ووكلوهم لحمهم. واللي قال هاد الشيء ما كاين، جوج خوت مغاربه عندهم سياره مشاو يسقيو بها الماء قبل قرطاس قتلهم في البلاصه، الله يهلك الكافرين. واللي قال هاد الشيء ما كاينش، طيف الراعي الغنام قدام مدينه الزاق الحبيبه كيشوف مكبره ضربوه ضربه الخطاق خلوه ما بينه وبين الموت دقيقه، الله يجزي الظالمين. واللي قال هاد الشيء ما كاينش، اجيو المغرب عندنا خصوص المدينه وجده، عندنا شخص شدوا عليه القناصه من داخل الحدود الجزائريه اتصاب برصاصه في راسه، احنا باقين كنعالجوا في ذاته، الله يهلك الكافرين. هاد الشيء حرام 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 في الدين ديال الاسلام. فين التقوى والايمان؟ فين الصلاه والصيام؟ فين كلام القران باش الله والصلاه؟ رحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ايها الجار الظليم في قرن 21